والسلام عليكم. ولاد سعيد وبني مسكين ولاد سيدي داود وبن احمد سيدي حجاج الشاوية. شوف مازال يلا غنبداو. هز هز سيدي نشوف. هز 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 يلا شي موجه يلا. مرحبا وكاع الناس ديال سطات كاملين وكاع الاحياء ديال مدينه سطات والناس اللي كنحبوهم وكنسالي عليهم وشاهين لها بويا الغليبي. شكرا للمناظر الصحفي اللي موجوده معنا. شكرا لكم على العناء وشكرا على كل حاجه كتعملوها زوينه. يلا كلشي يقول معنا سطات. شد زغريتا الصلاتية أسيدي أحمد واسمعي سلامة انها بلادي وانا فرحان انني متواجد فيها وسط الجمهور الرائع اللي كيعشق الاغنيه الشعبيه المغربيه في شخص عبد الله الدولي وشخص اي مغني اخر لان بلاد شاميه كما كتعرفوا معروف عليها انها كتعشق الفن الشعبي حتى النفاع. وبهذه المناسبه هذه كنبغي نهنى سيدنا الله ينصرو بمناسبه عيد العرش المجيد وعيد عيدي العرش المجيد وعيد الشباب. كنقول الله يطول لنا في عمرك الله يشافيك الله يخليك دائما تاج فوق راسنا وكلنا مجددين ورا سيدنا تحت شعار الله الوطن الملك. شي كلمه للناس ديال سطات. بالنسبه للكلمه غادي نقول الساكنه ديال مدينه سطات نقول لهم شكرا لكم على الحضور، شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على كل حاجه كتعملوها على قبلنا، شكرا للمنابر الصحفيه كامله اللي جات دابا واقفه وحده وعطاتنا الفرصه اننا نكونوا متواجدين مع المتتبعين ديالها سواء في اي منبر كما كان النوع ديالو. كنقول لهم شكرا على هذه الفرصه اللي عطيتونا اننا نكون متواجد معكم. الله يخليكم لينا وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالها. تبارك الله يعافيك. مهرجان سطات الدولي مهرجان سيد الغليمي. كيف شفتوا الحمد لله وليت تابع رشيد حوالاتي. كنا من مهرجان لمهرجان لمهرجان. اخر مهرجانات كانوا والبارح كنت في سيدي فني وبالامس كنت بالناظور واليوم بالشاويه بعاصمه الشاويه الرائعه سطات العزيزه. وغدا ان شاء الله سيكون احياء حفل العرش بمدينه المضيقه وبتطوان ان شاء الله باذن الله. فتحية لكم، تحية لكل قائمين على المهرجان. شي كلمة لنا سطات. واحد ساهم في إنجاح هذا المهرجان، سطات شاهدت مجروحة فيها، سطات بمعزتها أنا عندي فيها دار هنا، وعندي فيها سكن، يعني ما كتسكن إلا في البلاصة اللي كتكون عزيزة عليك وكتجي ليها. فتحية لهذ الساكنة وأصدقائي كثار من الشاوية كاملة. بالنسبة جمهور سطات أكيد كذلك سمعته السابقة، فالناس تسمعين وذواقين ومعروفه العيطات في سطات ومعروفه اشياء كثيره في سطات. فاليوم ان شاء الله نكاجبكم يكونوا يكون المغرب مصغر في هذه السهره. نحاول نقصوا جميع يعني الانواع الغنائيه اللي كيبغيو الناس ديال سطات وكذلك ضيوف مدينه سطات. تحيه لكم. شكرا. 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 مجموعة غبية توحشتكم، توحشت سطات، توحشت الناس كاملين. أول حاجة سمعوني الصلاة والسلام يا جماعة.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.